بقول لك يا عم كريم، ايه انت هتروح فين دلوقتي؟ مفيش، هروح اشقر على ابويا وامي واطمن عليهم وامشي. طيب ممكن اطلب منك بس يعني تقضي معايا مصلحه وتروح لابوك وامك؟ مصلحه ايه؟ يعني هقول لك في السكه. ماشي، بس في مقابل دوت انا هطلب منك برضو مصلحه. ايه هي المصلحه دي؟ هبقول لك في السكه. لا قول لي دلوقتي. وانا سالتك على مصلحتك. اه صح، ماشي يلا. طيب قلنا. مساء الفل يا ست الكل. قبل ما تقولي اي حاجه انا عارف كل اللي حصل، وعارف البهدله اللي انت اتبهدلتيها النهارده، وعارف ان مهما حلفت لك هتقولي لي يا ما قالوا للحرام يحلف والكلام ده، عشان كده انا مش هتكلم خالص. انا جايب معايا الراجل الطاير ده، هوت هيقول لك كل حاجه. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الدكتور كريم النمروسي، دكتور تنميه بشريه وثروه حيوانيه. الراجل ده حالف قسم يعني استحاله يكذب ولو على رقبته. اتفضل يا دكتور، قول لها كل حاجه بصراحه. السلام عليكم يا امي. اسمحي لي اقول لك يا امي. لا قول لها حاجه تانيه. حسنا، مفيش مشكله. والله يا نناع، والله بلال معايا من اول النهار وانا بفرش شقتي، والله جديده. رحنا جبنا السيراميك وفرشناه، وكل شويه يرش ويفرش يرش ويفرش. بسم الله ما شاء الله. طب رغي كمل الرغي. سبتك انا بقى ورحت السلام. ابدا. لقيت يا بلال رايح تسرقني عربيه ظابط؟ انت اتجننت؟ مش وقته يا جزمه، معايا ضيوف. ومين ده كمان؟ انا كريم قوي. وانا منى قوي. اهلا وسهلا. أهلا. والله يا اختي، والله بلال ما سابنيش لحظه واحده وانا بوضب شقتي الجديده. بتوضب شقتك الجديده وانت هتتجوز ولا ايه يعني؟ لا اتجوز ايه وبتاع ايه، ده باعتبار ما سيكون. وبعدين انا هقلبها اليومين دول يعني جرسونيره كده صغيره عوامه يعني الامامير اللي زيك، والعنوان ما يتهواش. خمسه شارع التحرير فوق كشري. اظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده يا بلال؟ ده واحد موزع هياخد على دماغه دلوقتي. ايه يا دكتور؟ معلش، الدكتور اصله ياما بيشوف من العيانين فدماغه ساحت. صدقتيني يا ستي؟ لا ما صدقتكش. يا حاجه اظن ما فيش بعد كده والله. انت بس عشان زعلانه منه. خش اعمل لنا اكله كده ترم عظمنا احتفالا بالمناسبه السعاده دي. وانت يلا بوس ايديها بقى، بوس ايديها. يلا. ماشي يا دكتور. ايدك يا بابا. بص تبص عندي ده ايه؟ خد الحيوان ده واطلع بره. يا ستي ده الدكتور كريم النمروسي. بلا نمروسي بلا حمصي. حمصي؟ طب خده واطلع بره. هي حصلت يا فندم؟ هي حصلت يا تهيزة الكلام دوت؟ شكرا. عفوا، اتفضل. اتفضل. انت جاي تهزقني في بيتك يا بلال ولا ايه؟ انا اسف يا دكتور. يتقال لي حمصي كمان؟ امسحها فيا. كله اللي اسم العيلة، انا ما يتقاليش حمصي ابدا. اتفضل بلا اسم العيلة بقى. يلا كمان بنطلب بره. اتفضل. شكرا يا هانم. اتفضل. شكرا على حسن الضيافه. ده ما فيش حتى فوق ميه ولا كوبايه شاي. على العموم شكرا. بيت قصر بيت عز. شكرا يا فندم، تحت امر حضرتك. يا ساتر. معلش. ايه ده؟ جايب لي حرامي ويقول له دكتور؟ معلش. ونمروسي كمان. بس هي بقول لك ايه، ما اسمعش منك نص كلمه. كل اللي انت عايز تقوله انا فاهمه كويس. انا يا سيدي خلصت المشوار بتاعي، يلا بينا. ولا بلال. ايه البنت منى دي اختك؟ اه. ليه؟ اختك يعني؟ ايوه. ليه؟ بس انا بقول يعني استحاله الجواره دي تقعد في وسط المزبله ديت. ولا بقول لك اختي. خلاص يا عم اختك خلاص. انا بقول يعني ازاي القطه ديت تقعد مع الكلب زيك؟ كلب مين؟ بنت اموره قوي. ما تلم نفسك. يا بقول لك اختي. خلاص يا عم اختك خلاص. تحب تروح فين يا سعاده الباشا؟ ما تيجي تقعد قدامي يا ابني. فسح لي شويه. بالراحه عشان العيال اللي بتلعب. ما هي اقدام بتركب العربيه تبوظها. حاسب يا عم، حاسب يابا، حاسب يابا كله على جنب. معلش عم كولا.